بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي، معا نبني البيت. أفكركم بالحلقات الماضية إن إحنا في آخرها كنا بنركز على أهمية فترة الخطوبة وما ينبغي أن يتم في فترة الخطوبة، وكلمنا عن شهادة خلو موانع الزوجية، مين اللي يكتبها، ايه تفاصيلها، واهمية اطلاع طرفي الخطوبة على هذه الشهادة بالتفاصيل اللي موجود فيها. طيب، احنا وصلنا لمرحلة خلاص عملنا شهادة خلو موانع زوجية، بدأنا في الاجراء او الاجراءات الكنسية الطقسية بعمل محضر خطوبة اثناء طقس الخطوبة، وبأكد دي للأباء الكهنة قوي، يعني ما نعملش محضر في مكتب، هنعمل محضر مع طقس الخطوبة لأهمية ذلك كما سبق وذكرنا بالتفصيل. هنا الخطوبة تمت، ودلوقتي احنا في مرحلة خطوبة تنتهي بزواج. طيب، ايه المطلوب من الخطيبين في المرحلة دي؟ في أمرين هينطلبوا من الخطيبين وبصورة ملزمة. الأمر الأول إن هم يحضروا برنامج للإعداد السابق للزواج. يعني إيه برنامج للإعداد السابق للزواج؟ ولادنا دول داخلين على زواج، طب يعرفوا إيه عن الجواز؟ إيه اللي هيقابلهم في الجواز؟ ايه نقط الاختلاف اللي ممكن يختلفوا فيها بعد الجواز ونحاول نطرحها ما قبل الزواج، نوجد لها حلول قبل ما نتجوز. ايه المفهوم عن الزواج؟ ادارة الامور المالية، العلاقة بالاسرة، المشاركة داخل البيت بين الزوجين، والى اخر من الموضوعات. اذا هنا اول موضوع هنواجهه هو اهمية الاعداد السابق للزواج وفقا لبرامج بتحطها الكنيسة. عايز اقول لكم الكنيسة اهتمت قوي بالموضوع ده، وانا بس هتكلم عن توصيات وقرارات المجمع المقدس في فترة حبرية قداسة بابا تواضروس الثاني، ربنا يديله طولة العمر. هنلاقي في جلسة 20 نوفمبر 2014 اتقال ايه؟ تقوم كل إبارشية بعمل دراسات للمقبلين على الزواج بحيث تدريجيا تكون شرطا للتصريح بالزواج. يعني احنا هنشجع الناس في الاول انهم يحضروا هذه الدورات، في مرحلة جاية هيبقى ده شرط للزواج، يعني ما يقدرش يتجوز من غير ما ياخد شهادة من الجهة دي المعتمدة من المطرانية تقول انه حضر دورة للاعداد للزواج. بعد كده لقينا في جلسة المجمع المقدس في مايو 2015 توصية من لجنة الاسرة بتقول ايه؟ تشجيع المقبلين على الزواج ان يجتازوا دورة في المشورة الاسرية قبل الزواج. برضو لازلنا في مرحلة التشجيع وليس الإلزام. بعد كده نروح للمرة الثالثة، ودي جلسة الخميس 16 يونيو 2016، لقينا بدأ يتكلم تاني على أهمية الفحص الطبي، أهمية حضور الدورات الخاصة بالإعداد للزواج. بعد كده لقينا في 2 يونيو 2017
بيقول ايه؟ التأكيد على اجتياز دورة كنسية للإعداد للزواج والحصول على شهادة من أحد المراكز المعتمدة كنسيا من الشروط اللازمة قبل كتابة محضر الخطوبة. هي الحقيقة هنا اتقالت محضر الخطوبة، إنما هي ملزمة في كتابة عقد الزواج لأنها بتتم ما بين الخطوبة وما بين الزواج. هنا في الصياغة بتاعت الجلسة دي بتاعت 2 يونيو مكتوبة تحت قرارات المجمع المقدس، مش توصيات لجان. اللي قبل كده كانت توصيات لجان، اللي قبل كده كان تحفيز وتشجيع، اللي قبل كده كان إعداد مراكز للإعداد للزواج، إنما في جلسة 2 يونيو 17 بقى إلزام شرط للجواز. أنا بزعل قوي لما بعرف ان في ناس خدت الشهادة من غير حضور هذه الدورة. انا عندي اسماء، وعندي اسماء كهنة، وعندي توقيع اباء اساقف على هذا الامر، ان الاباء الكهنة عملوا شهادة غير حقيقية. انما ده مش مجالنا، مجالنا ان احنا نهتم. هنا لما اقول دورة اعداد للزواج، الدورة الحقيقة بتتاخد شكلين. الشكل الاول كورس معين على هيئة محاضرات. الشكل الثاني ان كل خطيبين مع مرشد ليهم سابق اعداده بيناقشوا الموضوعات بتاع هذه الدورة. تعال نشوف دي ونشوف دي. طبعا لما اقول محاضرات لكل مقبل على زواج دي اسهل، المتكلم واحد. ولكن ايه نقط الضعف اللي فيها؟ نقط الضعف انه مش بالضرورة الكل حضر كل الجلسات او المحاضرات. طب المحاضرة اللي غاب هتعمل فيها ايه؟ نمرة اتنين، اذا حضر الكل مش بالضرورة بيحضر من أول دقيقة. طب واللي فاتوا ده في المحاضرة هيجمعوا ازاي؟ نمرة تلاتة، أثناء المحاضرة مش بالضرورة تبقى درجة التركيز 100% من البداية للنهاية. نمرة أربعة، الإنسان عشان يبقى متلقي فقط دون مناقشة مش بالضرورة يقتنع بكل اللي بيتقال. نمرة خمسة، المجتمعين دول من ثقافات متعددة ومستويات اجتماعية متعددة ومستويات روحية متعددة، هل كل ما يقال يناسب الكل؟ بالتأكيد لا. ومع ذلك بنعتبر المراكز دي بتدي الحد الأدنى وهي محاضرات لمجموعة بتنتظم وتحضر. الأسلوب الثاني وده الأمثل وده أصعب، ان الاثنين دول خطيب وخطيبه فقط بيختار مرشد يرتاحوا له، والمرشد ده سبب اعداده هو خادم ناجح وفي نفس الوقت كرب اسره ناجح جدا مجتمعيا واجتماعيا ناجح، شخص كده مميز يعني في الكنيسه. اولادنا الخطيب والخطيبه بيختاروا الشخص اللي يناسبهم، ربما كان خادمهم قبل كده في مدارس الاحد، ربما جارهم، ربما ايا كان، عارفين يرتاحوا يتكلموا معاه. بيقعد يناقش معاهم مجموعه موضوعات لا تقل عن 10 الموضوعات، وبتبدا الجلسه بعباره عن ورقه اسئله حول الموضوع، اسئله مباشره جدا، ورقه للخطيب وورقه للخطيبه، وكل واحد بيجاوب. المشرف يبدا يقرا الورقتين، طبعا بيقرا الورقتين عشان كل واحد يفهم التاني بيفكر ازاي، ويبدأ المرشد بأسلوب حواري نقاشي يوصل المعلومة اللي هو عاوز يوصلها لهم. طيب تنتهي الجلسة بإيه؟ تنتهي الجلسة بأنه بندي ورقتين تانيين فيهم أسئلة مباشرة بصيغة مختلفة، ويجاوب عليها كل على حدة، ونقرأ الإجابات. طب دي تفيدنا بإيه؟
تفيدنا ان احنا نشوف الى اي مدى في مرونة في التفكير. يا ترى بعد النقاش ده حصل تغيير في التفكير؟ احنا هنا هنصل الى احد امرين، اما بنغذي معلومات وفكر جديد لدى الخطيبين وبالتالي بنغير مفاهيم وبنغير ثقافة، واما بنكشف كل طرف للاخر هو بيفكر ازاي. لانه فترة الخطوبة انتوا عارفين فيها رومانسية العلاقة وفيها انشغال بامور كتيرة جدا، تجهيز بيت الزوجية، حفلة الزواج وما قبل وما بعد، الايام بتجري، ما عادوش مع بعض وفكروا في التفاصيل الكتير اللي انا بتكلم عنها. اذا هنا ده اسلوب اخر للاعداد للزواج. طيب الشخص اللي هم تعودوا يقعدوا معاه دول على مدى 10 12 مرة في 10 12 موضوع، في كل مرة ساعة لساعة ونص على الأقل، خدوا عليه. فبقى أصبح الشخص ده هو مسؤول عنهم في أول سنة زواج. تاني، أصبح مسؤول عنهم أول سنة زواج، يبقى على تواصل معاهم عشان لو اكتشف أي شيء يعكر صفو العلاقة بسرعة هو بيتدخل لمحاولة إيجاد حلول للمشاكل دي. هنا احنا واحد يسأل، طب هل ممكن الأب الكاهن يقوم بهذا الدور وهو اللي يبقى مرشد للاثنين دول؟ أنا لا أميل لهذا الأمر، ولا أميل لهذا الأمر لعدة أمور لازم نبقى واضحين فيها. الأمر الأول، ليس كل أب كاهن عنده القدرة على الإرشاد والتوجيه الأسري بصورة علمية. نمرة اتنين، ليس كل أب كاهن حضر دورات إعداد وفقا لبرنامج عشان يبقى مرشد أسري، لأن عايز أقولك الخدام دول بياخدوا من 60 ل 80 ساعة محاضرات للإعداد. النقطة الثالثة، إن وقت أبونا قد لا يسمح. النقطة الرابعة، أبونا في قعدته مع الولدين الصغيرين في السن دول قد لا يعطي فرصة أن الولاد يطلعوا اللي جواهم ويناقشوه، يعترضوا على اللي بيقولوا ويقنعهم باللي مش قادرين يستوعبوه. هتبقى قاعدة عبارة عن اتنين قاعدين يسمعوا لأبونا دون نقاش، وده اللي يقلقني. أنا عايز نقاش، لأن لازم أطلع اللي جواهم عشان يقدروا يستوعبوا اللي أنا بقوله. وهيبقى الدور بتاع احد الخدام اكثر تأثيرا واكثر فاعلية من دور الاب الكاهن في هذا الامر. ولكن لازم يبقى في كل كنيسة اب كاهن مشرف على هذه المنظومة، يعني في كل كنيسة في اب كاهن اتخصص للاشراف على الخدام اللي بيدرسوا الناس او بيناقشوا الناس او بيعلموا الناس. طيب ده على مستوى الكنيسة. على مستوى الإبارشية بتبقى في لجنة أعلى مسؤولة عن الإرشاد الأسري للمخبرين على الزواج، في أب كاهن دارس هنا بقى متخصص. ليه؟ دور أبونا هنا بيجمع التقارير من الخدام ويتابع. دور أبونا هنا ممكن يعمل لقاء مفتوح للمقبلين على الزواج ويخش في نقاش وياهم عشان يشوف الى مدى اي مدى استوعبه. دور ابونا انه يسمع للخادم والمخدوم عشان يكتشف ان وجدت ثغرات. دور ابونا هو اللي بيقدم الكشف الاخير بتاع من سبق واعد للزواج للاب الاسقف لاستصدار الشهاده المعتمده من الاب الاسقف، عشان بيها اولادنا دول يقدروا يتقدموا لكنيستهم عشان ياخدوا تصريح الزواج اللي بيتمموا الزواج بتاعهم داخل الكنيسة. إذن في مرحلة ما بين الخطوبة والزواج أصبح إلزاما ببرنامج إعداد الزواج، وزي ما شرحت في أسلوبين للتعامل مع إعداد ولادنا سواء في الاجتماعات العامة أو في الإرشاد لكل خطيبين على حدة. أنا أتمنى ان كل إبرشية وكل كنيسة تهتم بهذا البرنامج، وان امكن يبقى فيه في كل إبرشية اب كاهن مشرف. عايز انهي واقول انه
المجمع المقدس في احدى الجلسات طلب توحيد البرنامج اللي يتقدم للمقبلين على الزواج ان امكن هذا عشان يبقى الكنائس والابرشيات بتستفيد من بعضها البعض ومن خبراتها بعضها البعض. ارجو ان كل واحد نهتم بهذا الامر. وهنا احنا بنعالج مشاكل قبل ان تحدث، بنحط حلول لمشاكل قد تحدث، وبالتالي بنتجنب تفاقم مشاكل مع بعض الزواج. تمنياتنا لكل خطيبين بالبركة لأجل زواج ناجح، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها دائما أبديا.